أهلا بكم، أهلا وسهلا في قناة The Professor كرم تي في. وموضوع جديد اليوم، ولكن قبل ما أشرح وأناقش وأحلل هذه القضية الهامة التي حدثت في مصر منذ يومان، وهي التنمر وذوي الاحتياجات الخاصة، قبل بداية التحدث ومناقشة هذا الموضوع أريد أن أشكر كل من اتصل بي بعد لايف أمس. مشاكل العرب الموجودين في إنجلترا، مشاكل العرب الموجودة في معظم بلدان العالم اللي اتصلوا بي، طبعا يا سادة مش هقدر أتكلم مع كل حد وكل أخت اتصلت بي وكل فرد اتصل بي عشان أتحدث معاه أو أتناقش مع مشاكله. فطبعا قلت أن هيتم تحديد ميعاد لحضراتكم للتحدث في مثل هذه المواضيع، وبناء عليه هناك من بالفعل اتكلمت معاهم، سواء من دولة المغرب، من دولة تونس، من الجزائر الشقيق، مشاكل كتيرة جدا وطبعا هعرضها، وده بإذن وسماح من أصحاب المشاكل في الأيام القادمة في صورة حلقات. وطبعا هم عارفين الكلام دوت وهم سمعني عشان الناس تستفاد من هذه التجارب الصعبة جدا في الحياة. رحلة الحياة فيها كتير، وطالما انت قاعد في مكانك ما بتتحركش فانت مش هتشوف. اللي بيشوف هو اللي بيتحرك كتير، هو اللي بيخش في علاقات، هو اللي بيخرج من هذه العلاقات بتجارب سلبية وبتأثر عليه. هنشوف حاجات عجيبة جدا وغريبة جدا، هنشوف ناس حصل لها ايه في حياتها، هل هي سعيدة في حياتها، ايه الأثر النفسي، ايه الأثر السلبي اللي بيعود عليها في نتيجة دخولها في علاقات كانت في بداية الأمر حب، ولكن اتضح في الآخر انها نصب، اتضح ان هي في احتيال، في غش. قصص هتتعلموا منها كتير جدا جدا جدا، هعرضها بطريقتي في السرد والعرض. وانا بقول طبعا لكل الموجودين على مستوى العالم، اتفرج على هذه القصص، من الحياة بنتعلم، ومن الحياة هنفضل نتعلم لحد ما نموت. مفيش حد بيعرف كل حاجة، ومحدش عرف كل حاجة لحد ما بيغادر هذه الحياة. بناء عليه اليوم سوف أتكلم عن مشكلة هامة جدا 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 في الآونة الأخيرة في مصر، التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، أو بمعنى أصح موضوع التنمر عامة داخل مصر الحبيبة كيمة الأرض السوداء. أقول لك أجيب لك حقك بتشتلني؟ سنوات، يعني 5-6 سنين، 10 سنين فاتت كده، لما ترجع بالماضي ما كانش فيه الموضوع دوت. الموضوع ده انتشر كده زي الهشيم في النار داخل المجتمع المصري، وبقى جزء كبير جدا من أشياء موجودة الثقافة المصرية التنمر على الآخر. وأنا اتكلمت في هذا الموضوع وقلت لازم أطالب بقوانين تسن وتشرع داخل جمهورية مصر العربية للحد من هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصري. احنا مش من عاداتنا ان حد يتنمر على حد، او حد بيشوف نفسه على حد، ولكن
تعالوا نشوف كده اللي حصل في الاونه الاخيره. ولد تلاقيه مثلا من السودان موجود داخل مصر بيدرس في مصر، ومعروف الجاليه السودانيه موجوده داخل مصر في مناطق معينه بكثره. نلاقي مثلا اللي في سنه طالعين عليه بيضربوه بالطوب. طب ليه يا اخوانا؟ ده عشان لونه اسود، يعني لونك مختلف، فانت اصلا مش متقبل ان في حد مختلف عنك في اللون يعيش معاك في نفس المجتمع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الفنان شريف منير، الراجل ده طلع ببناته وده من حقه، يطلع مثلا البنات بتهزر مع بعض بتضحك مع بعض، نبص على نلاقي على انستجرام بينزل صور بناته وده من حقه. يعني انت بره لما بتنزل صور بناتك وهو محدش يقدر يكتب، لان اللي هيكتب حاجه بهذا الشكل المريع وهذا الشكل الفظيع اللي حصل، تخيل كده واحد يكتب تعليق يقول له انا عايز انام مع بنتك من ضمن التعليقات، فما انت كأب طبعا هتغير على بنتك، ويعني حاجه طبعا مشمئزه ومقززه. طبعا ده ناتج عن انتشار ثقافه الجهل داخل مصر. انتشار تاني، انتشار ثقافه الجهل واللاوعي داخل مصر انتشرت بطريقه غريبه جدا عجيبه جدا، وانا هثبتها لك دلوقتي. طيب بناء عليه شريف منير طلع وقال لك انا هقاضي الناس ديت، هجيب حساباتها، هجيب الاكاونت بتاعها، هرفع قضايا، وبالفعل تم عمل محاضر. ولدى السيد النائب العام حماده الصاوي داخل جمهوريه مصر العربيه. نخلص من من الفنان شريف منير، نخش في الفنان احمد زاهر. الراجل بيصور مع بنته، الراجل بيصور مع بنته، بنته يعني حلوه، البنت صغيره، السن صغير، الراجل فرحان ببنته ده من حقه. نبص نلاقي تعليقات على بنته، تعليقات غريبه جدا وعجيبه جدا، بيوضح بايه؟ بيوضح ان في جهل غريب جدا داخل المجتمع موجود، فئه غريبه جدا موجوده ومنتشره في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. الراجل بيقول لك، احمد زاهر طالع بيقول لك دي بنتي انا مش شايطها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وصلنا حتى الى الحوار بهذه الطريقه، التنمر على بنته. واحد تخيل واحد بيصور مع بنته، الناس بتعاكس البنت، وخط بقى التعليقات غريبه جدا جدا جدا. هل هذه حاله ان في انتشار السعار الجنسي داخل مصر؟ وصلنا للحاله ديت، عدم احترام الاخر وعدم احترام السيدات وعدم احترام الجنس الاخر الجنس اللطيف وعدم احترام المراه، يبقى انت كده عندك عدم احترام لما هو مختلف عنك في كل حاجه. عدم احترام اللون مختلف عنك، عدم احترام العقيده مختلف عنك فبتتنمر عليه، عدم احترام واحد مختلف عنك ذو عقليه محدوده في التفكير، جسمه قليل، اللياقه البدنيه بتاعته قليله، طريق كلامه مختلف عنك، بتتنمر عليه. وده اللي تم في الاونه الاخيره. اليوم سوف اتكلم عن قضيه في مصر حاليا، والنائب العام، شكرا سياده النائب العام حماده بي الصاوي، جنرال بريسكيورر ان ايجيبت حاليا، اللي ماسك النيابه حاليا. تعال نشوف القضيه، تعال نحل، نشوف العقليه ايه، وصلت انت ايه هناك، تعال نشوف كده طريقه تفكيرك، انت بتفكر ازاي. الولد دوت معروف في امبابه، ولد ولد الولد دوت ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة في منهم كتير داخل مصر، معروف جدا في امبابة، وامبابة هي منطقة شعبية جوار على طول الكتكات. اللي ما يعرفش يعني امبابة، اللي منزلش مصر قبل كده، امبابة تعتبر من المناطق الشعبية جدا في محافظة الجيزة، جنبها على طول الكتكات. الناس اللي هي المصرية الأصيلة هتلاقيها في البيئات الشعبية ديت، البيوت جنب بعضها، الناس بتعرف بعض، عارفه بعض. يعني لو انت غريب داخل الشارع داخل الحاره، هتلاقي الناس عارفه كده، وهم قاعدين كده قصاد البيت
ساعة العصاري عارفين ان انت داخل، فانت غريب، فانت جاي لمين. الولد دوت معروف في منطقة امبابة ومعروف في منطقة الكتكات، طبعا لحالته ان هو ذوي الاحتياجات الخاصة فالناس عارفاها. الولد ده رايح، اللي بنتكلم عنده ده، اللي بنتكلم عليه حاليا ده، عنده 30 سنة، شاب راح يحلق، قاعد عند الحلاق عشان يحلق. طيب بص بقى العقلية بقى الخربانة، طبعا انت قاعد عند الحلاق دلوقتي، الحلاق ده قال لك الله ما انا استغل الواد دوت واعمل عليه فيديو. بص بداية الفكر. طيب يجي واد تاني اسمه علاء، علاء ده قريبه، قريبه، تخيل، يعني عارف حالته، يعني عارف هو بيمر ايه بايه، يعني عارف طريقة تفكيره وعارف رد فعله ايه، قريبه يعني عايش معاه، عارف ظروفه ايه للنهار. طيب علاء ده يجيب كلب، مربي كلب، يطلع على مين؟ على الولد دوت. تعال بص بقى رد الفعل بقى، تخيل الحلاق بقى دماغه ايه، اسمع بقى دماغه ايه، يعني يقول لك ايه، طب ما نعمل فيديو ننزله على تطبيق تيك توك عشان نكسب مشاهدات، ولما الكلب ينهش في الولد دوت انا اكسب عدد زيارة مشاهدات. بص الفكر الخربان، بص الفكر التعبان، بص الجهل وصلت لايه. قال يعني ايه بقى لما يعمل فيديو والناس تتفرج، ما يعرفش طبعا ان الناس بتشير والناس بتوصل والكلام ده بيوصل مباحث الانترنت، خربانين خربانين يا ريس، خربانين جهل يابا، جهل للركب، عشان بيقولك الولد دوت ايه، هعمل نسبة مشاهدات. طيب تعالى كده اسمع بقى، الولد ده غلبان جدا وطيب جدا، بيتكلم على رد فعل، وانا اشرح لك الاثر النفسي لما حد بيحصل له كده، ايه الاثر النفسي، الاثر بيمر عليه ازاي، الولد ده بيمر ازاي، وما سوف يكون في المستقبل، ايه اللي بيعيش وايه اللي بيمر بيه، هل التجربة دي بتسيب اثر؟ ايوة بتسيب اثر، ايوة بتسيب اثر. تعال نسمع كده الحوار اللي دار بين الولد دوت وبين امه الست الحاجة الجميلة، ستات مصر الجمال، الناس الاصيلة، الستات الاصيلة، الست اللي ما سابتش الولد، بتصرف عليه وتعبان عليه وشقيان عليه. اسمع اسمع اللي بيحصل حاليا في مصر الحبيبة، اسمع الحوار. اول حاجة اللي عايزينها كده تعرفنا عليك وتقول لنا اسمك وساكن فين. انا محمد احمد ساسر سمون، ساكن في شارع الجهاز وعنده 30 كمتر او شارع الجهاز. تمام. عندك كم سنة يا وائل؟ عندي 83. عايزك تعلي الصوت. مواليد 3/3/83. طيب الولد ده ساكن في شارع قريب من شارع الجامع بمبابة، شارع الجامع ده شارع زي عمومي كده، شارع رئيسي، فكل مبابة عارفة شارع الجامع، فهو ده ساكن في المنطقة ديت، فبناء عليه كل الناس عارفاه، الاسم وائل. طيب يا وائل قول. طب بس وانت مواليد 3/3/83. تمام، احكي لنا بقى وائل ايه اللي حصل معاك بالظبط وانت داخل، انت كنت داخل الاول محل الحلاقه تعمل ايه وايه اللي حصل جوه؟ اللي حصل يا باشا ان انا كنت راجع ولقيت الحلاق قاعد والواد معاه كلب والواد التاني عمال يشاور. الواد عمال يشاور فانا ببعد الكلب. طيب الواد عمال يشاور يعني ايه؟ يعني الولد دوت قاعد فالتاني في اتفاق بينهم، خلي بالك ناكل عيش على الواد دوت، خلي بالك انا بشرح لك دلوقتي عقليه الاخرين اللي هو عقليه البربتريتورز اللي هم المجرمين، ما خلاص اتحبس يبقى انا من حق ان اتكلم على امه، اتكلم عنه دلوقتي. ده بيقول لك انا قاعد، العالم اتفق مع بعض، واحد بيمسك الموبايل، طبعا اللي بيمسك الموبايل ده اصلا اكومبلس، اكومبلس يعني شريك في الجريمه، عشان الناس تبقى فاهمه برضه، شريك في الجريمه، هو اللي شارك في الجريمه. الواد التاني بقى جايب الكلب، والكلب ده قريبه. اسمع يا معلم اسمع، عشان يمشي ما رضيش يمشي، نتبت من هنا ومن هنا، ويجيبه تاني ويجيبه تالت ورابع.
بيقول لي امشي الكلب، لا تخاف طبعا جايب له كلب، خلي بالك جايب كلب، ما شفت الكلب، كلب بليسي يعني، كلاب مش كلب بلدي دوت، ده كلب بليسي، فالكلب ده يعني عافي على الواد، لان طبعا جسمه قليل، فطبعا الواد جاي على الواد، فالواد بيبعده، جاي على الواد بيبعده، طبعا الخض خلي بالك برضو، انت قاعد تخيل انت مثلا قاعد في مكان مثلا اتوبيس عام، او قاعد في عربيتك وكلب نطلك، رد فعلك هيكون ايه؟ رد فعلك هيكون ايه؟ حط نفسك مكان الولد دوت. الكلب ده كان عمال يعض فيك و بتعمل ايه بقى؟ انا عمال اصرخ. عمال يصرخ؟ ايوه. جت بقى زي ما يكون حال السرعه ولا ايه؟ الموضوع انتشر. هو كان في حد بيصورك؟ الموضوع انتشر. بص بقى، الواد اصلا كان عايز يحط، هو بص الغباء برضه، غباء، بقول لك غباء للركب، غباء للركب. الواد اللي صوره عايز يحط ده على التيك توك، عشان ايه؟ عشان يجيب مشاهدات. فراح جايب لك الفيديو ده، راح مصوره فنزله على مين؟ على التيك توك. الناس طبعا، ما اللي بيفهموا برضو كتير، ما مش كله برضو فاتح بقه للدبان، اللي بيفهموا كتير. راح عمل ايه؟ راح مشير شير شير شير، الموضوع انتشر على السوشيال ميديا. اوبا 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 اوبا، وصل لمين؟ ببحث الانترنت، وصل لمين؟ وصل لاسم امبابة. اسمع فيديو جوه والكلب جوه ولا؟ ايوه، الواد اللي اسمه مؤمن ده. اسمه مؤمن، ادي الاسامي. مؤمن اخو يحيى. ايوه الواد حافظ، هو مؤمن اخو يحيى. اتنين، واحد قريبك اللي صورك؟ اللي صورني. الواد التاني اللي مع الكلب. تمام. اللي مع الكلب ده قريبك ولا؟ قريب. اسمه علاء. اسمه علاء. كنت تتوقع منه اللي هو يعمل معاك كده؟ لا ما توقعش. طب انت ايه رد فعلك بقى لما الكلب دخل بعد ما انت فضلت تصوت يعني؟ قلت لهم ايه؟ انت بقى ابدا الكلب مش عارف ايه، ومش راضي يبعد، يجيبه كده ويجيبه كده ويجيبه كده، والكلب عمال ينتش ومش عارف يسكت. قعدت ازقه وجابه تاني، وابوه بقى عارف، وعارف ابو جنة هنا عرفت بقى. خلي بالك الكلب دوت هبشه ببطنه ونزل من تحت منطقة تحت البطن، خدت بالك؟ وهبشوا من المنطقة ديت، وباين جدا الولد دوت. طبعا خلي بالك انت بتتكلم مع حد ذو احتياجات خاصة، فخضة الخضة رهيبة جدا، فجات له حالة من الصرع، جات له سيجر، حالة من الصرع، فبدأ يصرخ لان حصل له فوبيا من الكلب، خوف من الكلب. الكلب ده حيوان، فما مش عارف هو هل ممكن ينهش في جسمه ياكله، مش عارف. رد فعل بقى الرياكشن بتاع الطرف الثاني بايه؟ بيضحك، بيضحك، والواد اللي بيصور بيضحك. يبقى انت كده يا معلم، انت كده بتخوف طرف ضعيف عنك وجسمه قليل عنك بهدف الترهيب، يبقى انت كده دخلت فيه التنمر. طب ما ده هو تعريف، ده الديفينيشن بتاع التنمر، ده هو ده تعريف التنمر كده. ده بناء على ايه؟ بناء على هيئة اليونيسيف في امريكا. ده تعريف التنمر، ان واحد بيشوف نفسه على حد جسمه جامد، على عيل مثلا تعبان جسمه قليل، واحد شكله مختلف ذوي احتياجات خاصة وانت شايف نفسك عليه، فبترهبه وتخوفه بهدف الايه؟ بهدف الترعيب والتخويف. انت كده يا معلم دخلت في قضية تنمر. اسمع يا معلم، امتى بقى اللي الفيديو بتاعك انتشر على الفيسبوك والسوشيال ميديا؟ لما جم خدمني من هنا. مين اللي جه خدك؟ الحكومه. الحكومه ماشي. مؤمن بيه رئيس المباحث. تمام. رحت معاه في النيابه، رحت على النيابه. شكر خاص الى رئيس مباحث اسم امبابه. السيد مؤمن، هو بيقول مؤمن بيه، فبنقول السيد مؤمن رئيس مباحث اسم امبابه، شكر خاص ليك. طبعا نشكرك، لان طبعا عمل الواجب مع الولد دوت. وخلي بالك عشان نعرف برضو افراد الشرطة المصرية، في ناس جدا كويسة جدا، وانا عشان كده انا قلت من هنا اللي انا بقدمه ده اسم الكريمينولوجي. يعني ايه كريمينولوجي؟ يعني علم الجريمة. وقلت ده بيتقدم وبيتدرس في اكاديمية الشرطة على مستوى العالم. فاحنا عندنا مثال اهو، مؤمن بيه اللي بيقول عليه مؤمن هو بيه، تمام؟ مؤمن بيه ده رئيس مباحث، رئيس مباحث اسم امبابة، يعني رتبته رائد فيما فوق، ممكن رائد مقدم. عمل ايه؟ عمل معاه الواجب، قعده، اكله، خاف عليه، اداله سجاير، ولا بيدخن، اداله سجاير عشان يهدي نفسيته.
اتعامل معاه سايكولوجيا يعني نفسيا عشان يهديه، عارف ان خايف يعني، طبعا ده المجني عليه فخايف، فطبعا عشان ياخد منه اقوال، عشان يكتب محضر بوليس ريبورت، يكتب تقرير الشرطه. اسمع، معايا فوق الصحه سجاير واكل وشرب وكل حاجه. عمل بيقول معايا طبعا لحد تعبيره، دول بقى اسلوب ولاد البلد. عمل معايا الصح كله، ايه عمل معايا الصح كله؟ قال لي جاب لي سجاير واكل وشرب وكل حاجه. تحيه خاصه طبعا لمؤمن بيه اللي هو رئيس مباحث اسم امبابه، ولما بكلم على رئيس مباحث اسم امبابه هو فرد يمثل الشرطه المصريه، فرد يمثل الشرطه المصريه من المنظومه العامه لوزاره الداخليه الموجوده بالسلطه المصريه الكيان المصري. فببعت تحياتي الى مؤمن بيه رئيس مباحث اسم امبابه الموجود بمحافظه الجيزه. ليه؟ لاعتنائه بهذا الولد، عشان اعتنى بيه، خاف عليه لحين القبض على المتهمين. اسمع اللي حصل. انا بشكر الباشا مؤمن بفرج، مؤمن فرج اسمه، مؤمن فرج، مؤمن بفرج، ماشي، بشكره على اللي هو عمله معايا. تمام، قول لنا طيب بعد كده انت رد فعلك ايه اول ما قالوا لك الفيديو بتاعك كده انت منتشر على الفيسبوك ووشك وصورتك والكلب، انت زعلت ولا اتضايقت؟ زعلت واتضايقت وجاي من هناك تعبان مش قادر. ده الاثر النفسي، ده اسمه الاثر النفسي، اسمه ايه بقى في الانجليزي؟ اسمه السايكولوجيكال فاكتور. لما حد بيحصل له جريمه تتهجم عليه، او حالات مثلا عندنا في امريكا دوميستيك فايلنس، عنف منزلي، او حد ست مثلا اتضربت، اي حد حصل له حادثه مفاجاه بتتاثر في حاجه اسمها السايكولوجيكال فاكتور، الاثر النفسي. ايه الاثر النفسي؟ خاف. خاف، لما خاف روح، بيبقى في حالة رعب، بيبقى عنده خوف من الناس، يقرب من الناس، ممكن يقعد يعيط يبكي. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن يخش في مرحلة اكتئاب، بيبقى depressed، بيبقى depression، بيخش في مرحلة كده ينعزل عن الناس لأن في عدم ثقة في البشر. اسمع، ده اسمه ايه؟ psychological factor، نتيجة الجريمة اللي حصلت عليه، لأن المجني عليه مش قادر، الموقف وحش، موقف وحش طبعا، وكل دينا بتدعى عليه الواد دوت. اه اسمع عليا، ده كل دينا بتدعى عليه. انت كنت تتوقع اللي هو يعمل فيه كده او يدخل كلب؟ مش متوقع خالص. كانش متوقع لان قريبه يا بشر، قريبه، تخيل قريبه، ما كانش متوقع، ده قريبه. الله الله، غدر القرايب وغدر غدر القريبين منك بيبقى لعنه، لان انت ما كنتش اصلا تظن في يوم وليله ان اللي قريب منك ده قريبك ده يغدر بيك. بص، ما كنتش تتوقع. قال لك لا، ما كنتش اتوقع ده، ما كنتش اتوقع. لا، انا قاعد في امان الله وبصيت لقيت الكلب جاي لي بيهجم عليا، والواد يجيب الكلب عليه مره ويجيب الكلب عليه ويضحك ويضحك. يا مرضى. انت كده كده بتخاف من الكلاب، ما بتحبهم؟ ما بحبش الكلاب اصلا. فاول ما دخلوا عليك انت قلت لهم جت حاله بقى ايه؟ حاله هي دي، بتعمل خايف. ايوه بابا، خايف. هما حتى ما حاولوش ان هم يشوفوا انا فيها ايه. بقى بص بقى، عدم المبالاه، بص الكلام بيطلع منه اهو، عدم المبالاه، بيكلم ام بيقول لها واحده حتى ما قاموش يا ماما حتى يشوفوا هو انا فيا ايه. مبالاه، عدم مبالاه. طبعا هو خلي بالك ده عفوي بيكلم من قلبه، بس خلي بالك ده بيتكلم في المحاضر، ده بيتكلم في المحاضر الشرطه. ما قاموش يا ماما يشوفوا حتى انا فيا ايه. عدم مبالاه يا ابني، عدم مبالاه. بقى ناس رضعه زباله، ناس نزلت كده رضعه زباله، العيال بترضع اصلا لبن، العيال بتطرح، العيل بيرضع حليب وهو صغير، ده بقى راضع رضه، رضع زباله. عشان كده الاشكال الوسخه دي كتيره غيره. وكان في حد بيصورك، واحد تاني كان بيصورك جوه المحل؟ جوه المحل، هو اللي اسمه يحيى. ايوه اسمه جاي اهو، يحيى وعلاء. حلو. بص لي هنا، بص
فين؟ اه في طرف تاني بس هم مشوا. الطرف التاني ده ملوش دعوه بالجريمه طالما مشي خلاص. صحاب. اتنين صحاب ماشي. تعبت انت نفسيا بعد ما شفت الفيديو؟ تعبت. ايوه تعبت نفسيا. ايوه اتضايقت من قريبك اللي هو عمل فيك كده؟ ايوه سايكولوجيكال فاكتور. ايوه هو ده. تمام. وايه تاني؟ تعبت؟ تعبت تمام. وعملت حمام على روحي. بص اخوانا ده اسمع ده اسمع ده عمل ايه؟ ده عمل يورينيشن، التبول لا ارادي، التبول لا ارادي، الخضه الخضه اللي اتخضها فحصل ايه؟ ممكن تحصل مش 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 لاي حد، لاي انسان، خلي بالك نتيجه الخضه. ففي ناس لما بتتخض بيعمل يورينيشن، يورينيشن اللي هو التبول لا ارادي، فحصل له قال لك انا عملت حمام على نفسي ما قدرتش امسك نفسي، لان انت عندك الجهاز العصبي بيبقى في حاله شيكينج، جسمك كله بيترعش، جسمك كله بيخاف، في رعب، في خوف، الجهاز العصبي، لان هرمون كمان الادرينالين عندك بيعلى، ان انت خايف. زي بالظبط كده مثلا ناس بتشوف تعابين، واحد شاف تعبان بيعمل، شاف كوبرا مثلا، انت في صحراء شفت كوبرا تعمل، تلاقي نفسك اوه ايه ده، خايف، هرمون الادرينالين عالي عندك فبيحصل لك خوف. هنا حصل له ايه؟ حصل له تبول لا ارادي، يورينيشن، خاف فعمل حمام على نفسه. من الخضه عامل ايه؟ من الخضه صديت يعني. تمام. بعد كده بقى روحت النيابه وقالوا لك هم دول اللي عملوا فيك كده؟ قلت لهم هم دول اللي عملوا فيا كده. الشارع كله انت معروف، عند الشارع كله، احنا اول ما نزلنا امبابه لقينا كل الناس معروف، مع الناس عارفاه. يعني امبابه كلها عارفاك يعني انت. مفيش حد بيكرهك. مين اللي جالك تاني؟ تمام. مين اللي جالك تاني؟ طب ايه الرسالة طيب اللي انت عايز تقولها؟ الرسالة بقى، الرسالة بقى، الرسالة اللي انا عم نفسك في ايه؟ نفسي ماما تحبه وعوشة يا رب. بص بص، حتى امنيته بسيطة، نفسي ماما تحج وعايش شقة، امنيته في الحياة بسيطة. هؤلاء هم البسطاء يا سادة. نفسك في ايه في الدنيا؟ نفسي ماما تروح تحج، تأدي فريضة الحج في المملكة العربية السعودية وعايش شقة. تمام؟ المهم ما هتقول له ايه؟ بص الأم. وكشك. وكشك. يعني عايز كشك عشان يسترزق منه، لأن الوالدة كبيرة في السن، فالوالدة طبعًا بمرور الأيام هتتكل على الله، هتموت، ما دي سنة الحياة. فمش عايزة تسيب الولد ده يعافر في الحياة لوحده، فعايزة تأمن له مستقبله. بس كل واحد على قد حلمه، كل واحد في الحياة ليه حلم معين، كل فرد بيولد بحلمه. هنا الحلم محدود شوية، بس هو سعيد باللي هيحصل له. يعني لا ده عنده كشك وعنده شقة معقولة، هيعيش حلو، هيعيش كويس. لأن الأم إيه بقى؟ اسمع الأم، التي قلب الأم، قلب الأم، اسمع بقى إيه؟ لأن الولد ذو احتياجات خاصة، فعايزة تأمن مستقبل اللي طالع للدنيا ده. وانت يا حاجه عايزه تقولي ايه؟ انا هو عايز، هو طلباته ده عشان انا مش عايش العمر كله، حاجه يشتغل وياكل عيش. الله عليك. عايز انا شقه، لان احنا في شقه وحشه قوي، وشيرتي كمان يا حمام. الشقه اللي قاعدين فيها يا ساده بتقول لك الام، هي شقه وحشه قوي وشقه شرك، وكمان في حمام شرك، في حمام شرك. طبعا المناطق الشعبيه الناس ما دستش بقى، مناطق شعبيه ودخلت الكتكات وامبابه والحتت ديت، طبعا في كتير قوي ناس عايشه في الشقه شرك، يعني انا واخد اوضه وانت واخد اوضه والحمام ده بنستخدمه مع بعض، فطبعا ده نموذج موجود. فهي بقى الام عايزه ايه؟ عايزه ان ابنها ربنا يكرمه عشان يعني ما يتعبش في الحياه يا ساده. ده الام بتقول كده. هو ده بس ده اللي انا عايزاه. معاش شويه. معاش شويه. عشان معاش ما بيكفناش خالص عيش حياتي والله. انت رد فعلك ايه لما شفت الفيديو او عرفت منين؟ إيه؟ انا ده انا اعصابي تعبانه من ساعتها. انا ما اتكلمتش. الاعصاب تعبانه، اسمعوا، الاعصاب تعبانه، الام الاعصاب تعبانه. الاعصاب تعبانه، ام واعصابها بتقول لك انا ما قدرتش اتكلم. لازم الناس تعرف يا ساده، لازم الناس تعرف ان انت اللي عملته ده بيسيب الاخرين بايه؟ لازم في نسبة جهل، في نسبة عدم وعي كتير، في نسبة تخلف كتير،
ام التخلف مش عقل، انا اقصد تخلف الجهل، مفيش وعي خالص، مفيش ثقافه خالص. اسمع بس من امبارح ما اتكلمتش خالص، ان كل ما اشوف الفيديو قلبي بيوجعني. ام طبعا الله قلبها بيوجع، ام ابنها، الله ابنها. عايزه تقول لهم ايه بقى المتهمين دول؟ لو لا حسبي الله ونعم الوكيل، ما اقولش الا كده، حسبي الله ونعم الوكيل، هو يتصرف فيهم بقى. شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل، وهو ربنا يتصرف فيهم. طيب تعالوا بقى نشوف القانون كده، تعالوا نشوف القانون. طبعا انا قلت يا جماعة، قلت يا جماعة القانون، يا جماعة القانون، الله يكرمكم في مصر، القانون، القانون لازم يكون في تشريع قوانين ضد التنمر في مصر، لانها اصبحت ظاهرة تستحق الدراسة. انتشرت هذه الظاهرة بطريقة غريبة، الناس بتحس اللي هم، في ناس كده طبقة معينة بتحس لما يتنمر على الاخر ده حقه، لما يخش على حساباته ويكتب له او يكتب لها ده حقه. لا وحياة امك مش حقك، لا مش حقك، لازم يكون في قانون، وانا اللي كنت بطالب بيه قانون. اضربه بايه؟ اضربه في الفلوس، اضربه في الفلوس. لما يدفع فاين زي امريكا كده، انت عملت جريمة، تدفع غرامة وتقضي سجن وتعمل كلاسات داخل امريكا. وده اللي حصل بقى في مصر اخيرا، وليس اخيرا، مجلس الوزراء، مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة للقانون العقوبات. هذه المادة هي 309 مكررا ب، والتي أوردت تعريفا للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع المصري، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. نستعرض في النقاط التالية أبرز العقوبات التي سيتم تطبيقها في حالة التنمر على الغير. القانون بيقول ايه في مصر؟ 1، يعد تنمرا كل استعراض قوة. شايف نفسك انت ربنا مديك جسم، قعدت تلعب حديد، نفخت العضلات، واحد ضعيف شايف نفسك عليه، ضربته، استهزأت بيه، قوة، استعراض قوة، او سيطرة للجاني، او استغلال ضعف للمجني عليه، زي اللي حصل كده في الولد ده استغلال ضعف، ضعيف يا عيني، بقول له يا عم علاء كفايه، الله يكرمك كفايه، والله كفايه، خايف، والواد تاني يجيب الكلب عليه مره واثنين وثلاثه وخمسه وسته، او لحاله يعتقد الجاني انها تسيء للمجني عليه كالجنس، واحد مثلا بيغتصب، واحد شايف واحده غلبانه على قد حالها طالعه بتاكل عيش، يطلع وراها يقطرها، عشان ايه؟ عشان يمارس جنس معاها. واحده مثلا بنت بتطلع من البيت عندها عشان تاكل عيش، يشتغل مثلا في محل، تشتغل في مصنع، تشتغل في شركه، يجي صاحب الشركه يعمل ايه؟ عايز انام معاك. ده اللي بيحصل يا ساده، انا اللي بديكي مرتب. طب البنت اصلا بتصرف وراك، بتصرف كوم عيال، اب ما بيشتغلش، ام تعبانه مثلا مريضه، البنت حظهم في الدنيا جابت بنت في الحياه، البنت بتخرج تشتغل في شركة في مصنع، يجي صاحب المصنع صاحب الشركة، لا لازم انام معاك عشان انا بديك مرتب. ده برضو من نوع من التنمر، ده الجنس، يبقى ده الجنس اهو، قانون اهي صارمة، عايز كل واحد يعرف القوانين ديت. ما تخافش، ما تخافش، كالجنس او العرق، واحد مثلا لونه اسود، احنا اخترنا الواننا، اختار احنا الواننا، واحد لونه اسود، واحد لونه ابيض، واحد لونه اخضر، واحد لونه بنفسجي، اخترنا الواننا. في ناس، في ناس كده عندها، تلاقي مثلا تلاقي واحد لونه مختلف عنه، اللون مختلف عنه ايه؟ تلاقي لون اخر، مش يعني يتنمر عليه بقى.
ده برضو العرق او الدين، واحد مختلف، واحد بهائي مثلا، واحد مثلا شيعي موجود عندك، خصوصا في مصر حاليا عندك نسبة عراقيين كتيرة، فتلاقي منهم شيعة وسنة، عندك نسبة سوريين، الدروز مثلا في سوريا موجودين عندك في مصر، في ناس كتير في مختلف الملل. لازم الثقافة يا اخواننا، الوعي يا اخواننا، وانا بقول على الوعي، في ناس غيرك بتفكر تفكير تاني، في ناس بتؤمن بمذهب اخر غيرك انت، في ناس عايشة في الدنيا بتؤمن بحاجات غيرك. تعال شوف امريكا عاملة ازاي، زبين الف هنا طايفة موجودة في امريكا، وخمسين الف فئة ودين وملة ومعتقد، ما تقدرش تعمل حاجة، كله عايش مع بعضه. هل تقدر تتنمر على الاخر؟ نو تقدرش. ليه؟ هناك قوانين، القوانين دي تسري على الجميع، تسري على الجميع، واللي يتنمر ويعمل انسلتنج للاخر انسلتنج يعني واحد بيجرح مشاعر الاخر، مشاعره بس، قانون يطبق. لان في امريكا زي يعمل زي امريكا، امريكا بتقول لك مثلا انت بتقف قصاد المحكمه بيقول لك انت دينك ايه؟ ملوش دعوه بدينك، انت بوذي هندوسي يعني من باكستان من اردو من اي حته، ملوش دعوه بالدين. ليه دعوه بليه؟ بالكرايم اكشن، بالفعل الجريمه اللي انت عملتها. القانون ده اللي في مصر ده اي لاف ات، انا عاشق لهذا القانون، ده فعلا المفروض يتطبق، المفروض يتطبق من زمان. كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنيه، بنت مثلا جسمها ضعيف، بنت تانية تلاقي، خلي بالك مدارس البنات برضو فيها تنمر عشان تبقى فاهم، البنات مع بعض، تلاقي بنت مثلا ذكيه جدا، واحد نيرد مثلا، واحد ذكي مثلا، ذكي قوي اللي هم النيرد، خلي بالك اذكيه جدا، تلاقيه قاعد في الفصل لوحده، الولد ده ما بيحبش يتعامل مثلا الا في الكتب والمذاكره، و يجي عيل تاني عامل نفسه عم الصايع، فيعمل ايه؟ تلاقي الواد دوت يجي له يتلاقي مثلا راح ضربه، يبقى هنا ايه؟ حاله صحيه، عيل بتاع كتاب لابس النضاره، دول اسمهم النيرد، النيرد العيال الذكيه الاي كيو بتاعها عالي. تلاقي في عيال تانيه العيال الشقيه شويه، تلاقي مثلا عمال بقى يقرف وماشي جاي يروح ضربه. بيحصل في المدارس، خلي بالك في المدارس، تخش المدارس عندك هتلاقي دوت، تلاقي العيال الذكي قوي مع نفسه قوي بينعزل عن العيال الشقيه الثانيه، العيال الشقي ده اللي هو مشروع حرامي، مشروع يخش مثلا عنبر 22 لمان تورا او مزرعه تورا، ده مستقبله، او مثلا عايز يخش مثلا مستشفى السجن، ده امله، ده حياته، هو امله كده، هو ده عيل كده مشروع حرامي هو صغير. الثاني بيبقى عيل مشروع عالم، مشروع طبيب، مشروع مهندس، بيبان بربر، خلي بالك من البذره، انت عشان كمربي بتعرف العيل ده مستقبله حلو، العيل ده نتيجته ايه؟ نتيجته عارف ان هو هيخش مستشفى الامراض النفسيه والعقليه في العباسيه، عارف اخره ايه؟ او الحاله الصحيه او العقليه او المستوى الاجتماعي. أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية زي ما حصل مخونة كده، أو الحط من شأنه أو إقصاؤه عن محيطه الاجتماعي. طيب طيب عقاب المتنمر إيه؟ عقاب المتنمر ايه؟ حبس. خلي بالك من الخبرة في خلال العمل القانوني المصري بالذات، يعني اضربه في جيبه، اضربه في غرامة، لما يدفع غرامة ويخش السجن هتلاقيه مشي زي الفل، حلو يعني، دي من خبرة يعني في التعامل مع الجنسيات العربية، المصري بالذات لما تلاقيه تروح خبطه مثلا في 10 12 ألف دولار 50 ألف دولار هيفضل يقوق ويعيط.
لان الفلوس بتجرحه بتتعبه. فما بالك في مصر، انا بتكلم على امريكا، ما بالك في مصر اضربه. بص الغرامة ايه بقى، بص عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. حلو قوي. غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه. شوية 10,000 جنيه يعني ايه كم مثلا؟ 1,000 دولار، ده اقل من 1,000 دولار. 10,000 جنيه ولا تزيد عن 30,000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. طيب بص بقى البند التاني ده، تجديد العقوبة. ده بقى هنا في سيفير سنتنس. واو. تجديد العقوبة، عقوبة مشددة او اجريفيري سنتنس، عقوبة مشددة اذا توافر احد ظرفين، احداهما وقوع جريمة من شخصين او اكتر، والاخر اذا كان الفاعل من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته وملاحظته او ممن لهم سلطة عليه. يعني انت مثلا مربي عندك حاجة في امريكا اسمها الجارديان شيب. اللي في امريكا فاهمني، الجارديان شيب لما يكون انت واحد موجود تمام وانت الحكومة معيناك مثلا، انت بتخلي بالك منه او بتعتبر الكير جيفر ليه، بتعتني بيه مثلا طبيا. استراليا برضو في امانيا، انجلترا، الدول الاوروبية في اماني كويس او بتكلم عن ايه. تعالى بقى ايه يعني المصر ده كده اللي انا بقول ايه جارديان شيب دوت وايه الكير جيفر. عندك في مصر مثلا الام زي الام الست الحاجة اللي بتكلم عنه، الام دي هي الولية، الوصي، الوصي عليه، لان طبعا ده بيعتبر عنده mental disability، عنده اعاقة ذهنية تمام. في مصر المصطلح دوت انا عرفت ان في مصر اللي هم اسموهم دلوقتي اصحاب الهمم، يعني دخلوا بقى قالك ايه ذوي الاحتياجات الخاصة. لا هنا في الجامعات في امريكا بندرس كورسات اسمها special needs، ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني انت ممكن تاخد master in education specialization in special needs اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة. انا اشتغلت معهم كتير دول في العمل القانوني وفي التدريس عشان الناس تبقى عارفة برضو خلفية. طيب تشدد العقوبة ايضا اذا كان مسلما اليه بمقتضى القانون according to law او بموجب حكم قضائي او كان خادما لدى الجاني. يعني واحد مثلا شغال خدام عند حد فعمل فيه كده، ده نوع من التنمر، هنتكلم فيه بالتفصيل يا جماعة. كترت اول قواضي ديت لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ما تقلش عن سنة، أيوة، وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن عامل الماكس وعامل المينيمم. هنا المينيمم ما يقلش عن 20,000 جنيه، الماكس عنده الماكسيمم فاين عامل 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مضاعفة الحد الأدنى العقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. حلو قوي 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 قوي، حلو قوي 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 الكلام دوت، حلو قوي الكلام ده. بناء عليه حقيقي، بناء عليه شكر خاص إلى نيابة مصر والسيد حمادة الصاوي. طبعا المباحث قبرت على العيال ديت، علاء والواد التاني الحلاق، اللي هم كان هدفهم ان يحطوا الفيديو دوت على تطبيق التيك توك بهدف ان هو يعملوا نسبة مشاهدة، لكن طبعا ما يعرفوش ان في تخويف وفي ترعيب للولد الاخر. بناء عليه تم القبض عليهم من قبل مباحث امبابة. وطبعا هم دلوقتي فين بقى اولاد؟ نتكلم بلغة الايه، بلغة الاولاد اللي هم البربيتريتورز، بالحرامية، المجرمين. انت دلوقتي فين يا حبيبي؟ في العنبوكة تحت. يعني انت دلوقتي في تخشيبة امبابة، حلو، تخشيبة الجيزة، مستني طبعا، مستني ان انت تطلع المحكمة حبيب قلبي، مستني انك تطلع المحكمة، فانت قاعد تحت في العنبوكة تحت تمام. النائب العام صدر قرار خلاص، قال لك حبس المتهمين في واقعة التنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. خدوا كام؟ خد 4 احتياطي. افهم الكلام، خد 4 احتياطي اهو. الخبر اهو، امر النائب العام بحبس 2
اتنين الواد علاء والواد التاني الحلاق. اتنين اربعة ايام احتياطي. طب عشان برضو نخلي بالنا يا جماعة. علاء ده شغال ايه؟ قال لك عاطل. الله 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 الله، حاسب 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 حاسب. يعني كده العواطلية كتير. ما انت تفهم ده عيل عاطل. ما بيشتغلش. طب بيصرف منين؟ انت بتجيب القبيج منين يا بابا؟ الفلوس بتجيبها منين؟ مين اللي بيصرف عليك؟ فبتلاقي بقى ايه الواد ده مثلا بيلعب في مخدرات، بيلعب في حاجه، خدت بالك؟ ما هيجيب فلوس منين؟ دي حاجه. يا اما ابوه مثلا معاه فلوس شويه فبيديله مثلا قرشين، وهيديله كام يعني اصلا عشان ينزل مثلا يقعد في الشارع؟ فدول الهدف ايه؟ ان دول كتير، دول كتير، العواطليه كترت. فالعواطلي ده قاعد يعمل ايه؟ يخوف عيل زي ده، غلبان يا عيني، يخوف عيل زي ده ويضحك، فاهمني؟ ويضحك ويتمسخر عليه ويستهزئ بيه. يبقى اذا تم اصدار حبس اتنين اربع ايام احتياط. خد اربعة احتياط اهو، يلا خد اربعة، خد اربعة قبل ما يطلع ويشوف. طبعا خلي بالك ممكن ناخد اربعة تاني في 15، قانون مصر ممكن تتجدد الاربعة دول وياخد 15 تاني، فاحنا مستنيين. بس اول القصيده خد اربع احتياطي. حلو. دلوقتي العيال دي فين؟ دلوقتي العيال دي في تخشيبه امبابه، بتنزل في تخشيبه الجيزه. وخلي بالك بقى، امبابه وتخشيبه الجيزه دي اسوأ تخشيبه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اسوأ تخشيبه تحت ديت على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فهيشوفوا ايام بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لاتهامهما بتعريض امن وصحه وحياه شخصي ذي اعاقه للخطر ونشرها وإذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا له من شأن الاساءه اليه والتعريض به وانتهاكهما حرمه حياته الخاصه وتحريشهما كلبا عليه، سابوا كلب عليه، مما تسبب عنه اذاءه والضرر به. برافو سيادة النائب العام حمادة الصاوي. في حتة قانونية كده عشان أثبت لك إن العيال دي أصلا هنا خربان. اسمع رئيس في التحيات لما يعملوا لهم حاجة اسمها interrogation cross examination، بالعربي يعني استجواب شهود، استجواب، بيستجوبوا، النيابة بتستجوبك. لما النيابه بتستجوبك خدت بالك، خلي بالك في حاجه اسمها بوليس ريبورت مكتوب. البوليس ريبورت ده فين؟ في الشرطه، اسم الشرطه، الضابط اللي قاعد معاه ده كتب بوليس ريبورت. ده محضر، محضر عندك انت، محضر. المحضر ده بيترفع فين؟ بيترفع للنيابه. فالنيابه بتاخد المحضر ده بتشوفه بتقراه. بص هنا بقى عشان افهمك حاجه يعني. وانقر خلال استجوابهما مما نسب اليهما من اتهام. يعني النيابه بتتهم دلوقتي، فقال لك لا مش انا، امال مين؟ اخت سعاد. بص، مما نسب اليهما من اتهام، قال لك لا مش انا، امال مين يا ابني؟ من اتهام مدعين ان اخرين، اخرين خلي بالك، اخرين ارتكب الواقعه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلي بالك. طب هنا فين الايفيدنس يا بشر؟ فين الايفيدنس هنا؟ فين الـ فين الـ 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 الادله القانونيه؟ فين يعني ايه؟ ايه الدليل القانوني؟ الفيديو، الفيديو اللي هو الولد متصور فيه، مش فيه كلب وفي واد ماسكه علاء ده ظاهر فيه. الله، طب مين اللي ماسك التليفون؟ الحلاق، مش فيه شهود. برضه هنا عشان تعرف ان العيال خربانه، تعبان يا قلبي، وجهل، نسبه جهل، فما فيش وعي، وما فيش وعي قانوني، وما فيش وعي ثقافي، وما فيش اي حاجه. اسمع، مدعين ان اخرين ارتكب الواقعة. اخرين، اخرين ايه؟ طب الين يا ابني، الينز يعني مثلا جم من فوق من الكوكب اخر وجم كده نزلوا صوروا الولد بالفيديوهات وجابوا الكلاب من فوق من السماء ونزلوا كده وبخ راحوا اختفوا. مين هم دول؟ قال لك اخرين ارتكب الواقعة. العيال دي طبعا بتبلبع، العيال دي تقريبا بتبلبع. اخرين ارتكب الواقعة بينما كان قد أقر. بص بقى هنا في ايه؟ الله 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 الله، مش واخدين بالهم برضه. بينما كان هنا في كذب، ده هنا في افراد بناء على امريكا يعني، هنا في افراد. بينما كان قد أقر
سادة قانونيين خلي بالك ما بين الكلام. بص بينما كان قد أقر بارتكابها في محضر ضبطهما. الله يا ابني، ده في محضر يا ابني، ده في محضر. ما انت قايل حاجة، اللي قاله حاجة والنيابة غير أقواله. وأكد المجني عليه وشقيقه، أكد في تأكيد اهو، ده في امفسس يا ريس، ده في اشورنس قانون أمريكا. أكد المجني عليه وشقيقه، اللي هو البلنتيف هنا في القضية، المجني عليه وشقيقه اتهمهما بها خلال تحقيقات النيابة العامة وجاري استكمال التحقيقات. في حاجة بقى اللي هي ايه، في الكريمينال بروسيدنجز، في اجراءات تحقيقات دلوقتي بتتم. طبعا اللي حصل دوت، اللي حصل ده طبعا عشان تبقى عارفين، يعني في الغالب في القضايا يعني المتهم يقول لك لا وبينكر، عشان الناس تبقى عارفه يعني. المتهم يجي مثلا ممسوك يقول لك بشانه، طب مين؟ خالتي سعاد؟ مين؟ طب ما في ادله بقى ضدك. الادله دي ايه؟ الادله دي حاجات تصوير، حاجات اقوال، بيبقى في شاهد، بيبقى في ضابط شرطه شاهد، اللي هو بوليس اوفيسر شاهد. هنا في امريكا طبعا، لو انت في امريكا ضابط الشرطه بيجي مع الكاميرا بيصورك، هو بيكلمك بيصورك، فبياخد اقوالك فبيسجل لك، فانت كده كده في حاجات ضدك اسمها ايفيدنس. لما تيجي تشرف في المحكمه وتاخد القضيه بتاعتك اسمها ايفيدنس. النيابه اللي هو دي اي ديستريكت اتورني الاوفيس في امريكا، يعني مكتب وكيل النيابه، بيستخدمها ضدك في النيابه. تعالى بقى انقل كده في مصر، انقل في مصر ايه اللي بيحصل. النيابه برضه هناك هو الاجراءات هي خلي بالك، بس اختلاف يعني حاجات بسيطه كده في القانون الامريكي والقانون المصري، بس كل الحاجات هي. النيابه هناك اتهمته خلاص، بناء عليه النيابه امرت بحبسهم 4 ايام، وهنشوف طبعا هل هيستمر. بس كل الادله ضد العيال ديت. ان شاء الله باذن الله، نتمنى باذن الله ان التنمر في مصر يختفي. ظاهرة غريبة على المجتمع المصري، وكمية من اللامبالاة تستخدم ضد أي حد، ضد أي مواطن. ليس لك من الحق أن أنت تتعدى على خصوصية الآخر، وليس لك الحق أن تسخر من الآخر، وليس لك الحق أن أنت تتعامل مع أي سيدة أو أي مرأة كون إنها أنثى بطريقة غير آدمية. هناك قوانين، والقوانين يجب أن تطبق على الجميع. من حقنا يا جماعة، الناس ديت اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، الناس دي جميلة جدا جدا جدا، تعاملت معاهم لسنين هنا في أمريكا، ناس فعلا دول الملائكة، بسميهم الملائكة الموجودين على الأرض. التعامل معهم تعامل واضح وتعامل صريح، وأنا بقول لك كده من خبرتي في الحياة، الناس دي بينها بين ربنا في عمار، في علاقة جميلة جدا، بيحسوا إن أنت كذاب، إن أنت، الناس دي أخوانا صافية قوي 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 فوق ما تتخيل. ظروفها في الحياة جت كده، ممكن يكون عيب خلقي، ممكن يكون في من الولادة، نتيجة الولادة حصل في عيب، حصل في الولادة نفسها الشدة بتاعت الجفت بتاعت، في ناس اتشدت مثلا غلط، الدكتور شد الجيناكولوجيست دوت اللي هو الدكتور الأمراض النسائية، أمراض النساء، شد عيل غلط، في نقص مثلا أكسجين على المخ، فبيؤدي إلى أن يكون أنت بتشوفه كده ذوي احتياجات خاصة. فنتعامل معهم أن هم إنسان جميل، أن ناس جميلة وناس طبيعية، ونتعامل معهم ان هم ليه الحق في العيشه زي بالعكس، ده احسن مني، ايه الفارق بيني وبينه؟ وخلي بالك انا بسميهم العباقره، انا شفت منهم كتير هنا في امريكا،
فعلا عبقرة في طريقة الكلام وفي طريقة الحوار، وعندهم سبيشال تالنت، عندهم كده مواهب خاصة، بيكلم بطريقة معينة وجميل جدا، مخه بيشتغل غيرك، تركيبة المخ بتشتغل غيرك انت. فلازم يكون في وعي، في وعي للاهتمام بيهم. وبطالب الدولة، وطبعا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا عقد مؤتمرات داخل مصر لذوي الهمم. الدولة ابتدت يا جماعة في ظل سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم اهتمام غير عادي بالناس ديت، بتوفر ليهم. وارجو ان مثلا حد يعرف الولد دوت مكانه فين، وفر له يا اخي، وفر له، وفر له معلومات، وفر له اهتمام، وفر للست الحاجة مراته معلومات. الناس يا اخوانا عايشة، معلش برضو نظرا لان ظروفهم كده في الحياة، ظروفهم كده في الحياة، روح لهم، اقعد معاهم. الاخصائيين الاجتماعيين هم السوشيال وركرز اللي في مصر، روح معاهم وزارة الاجتماع في مصر، الناس المتخصصين في 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 شؤون الاخرين اللي هو السوشيال وركر في امريكا، اللي هو الناس اللي هي مختصه بالعمل الاجتماعي، روح اقعد معاهم شوف عايز ايه. رجاء خاص من رجال الاعمال اللي موجودين في مصر لاهتمام الست ديت، بتقول لك يا اخوانا انا عايزه كشك صغير، عشان هي حاسه انها كبرت السن، كبيره في السن، فيكون في اهتمام بالناس ديت. الولد ده طب طالع، طب تخيل بقى ممكن ده ملوش حد في الدنيا خالص الا امه. انا بتكلم كلام واقعي، الولد ده مين ليه مين في الدنيا؟ ممكن ملوش اهل، خلي بالك، الا امه عايشه معاه ليل نهار. طب ما في يوم من الايام هتصح الام ديت، خلاص هتروح منك، هو ده هيعمل ايه في الحياه؟ فعشان كده الام بتطالب، انا عايزه احج. دي علاقه بقى بينها وبين ربنا، عايزه تحج، ده الله يرضيها، ناس تطلعها يا اخوانا تحج، تطلعها تحج، تأدي شعائر الحج، هو ده اللي هيبسطها، هو ده اللي هيرضيها. عشان اللي حصل لابنها يجيبوا لها شقه صغيره، بدل ما هي قاعده في شرك مع ناس تانية، عايزه برضو حته الاستقلاليه عن الناس الاخرين، تقعد مع ابنها وتتمتع بحياتها مع ابنها. ايه المشكله؟ يتعمل له كشك صغير يعيش منه. الولد دوت ده غلبان يا ساده، حسوا بالغلابه، الله يكرمكم، حسوا بالغلابه، دول كتير موجودين في مصر، ناس ملهاش اي حد الا ربنا. الناس دي هتعمل ايه؟ الناس دي هتصرخ لمين؟ عشان ربنا حتى يكرمنا في حياتنا، هي رحلة احنا عايشينها في الحياة. حسوا بالآخر، امسح دمعة واحد بيعيط بيبكي زي اخونا كده، ده اخ ليا، ده انا احسن منه في ايه؟ ده ولا حاجة، انا ظروفي جت كده وهو ظروفه جت كده. حسوا بالناس ديت، اديله، اعطف عليه، مش تعطف عليه، خده بحضه، اتكلم معاه زي ما عمل رئيس المباحث، عمل معاه، قعد واكله وشربه، ده طب انت بتدخن، امسك سجاير. راعوا الناس ديت، راعوا، راعي ربنا، راعي ربنا في تعامل الاخرين، راعي ربنا في ان انت بتتعامل مع انسان بطريقه حلوه، بطريقه كويسه. الكلمه الحلوه يا اخوانا الصدقه، الكلمه بترفع شان البني ادم. انت ممكن تخلي بني ادم طول الليل يعيط بسبب كلمه منك، وفي نفس الوقت ممكن تخليه اسعد انسان على وجه الارض بكلمة منك. الكلام، الاسلوب بتاعك يرفع الروح المعنوية لبني ادم، تخليه طاير، تخليه فرحان، تخليه يعني سعيد جدا. رفع الروح المعنوية للاخر، الحب والسلام اخوانا بين البشر، هو ده اللي بيخلي الامم تتقدم. تديله كلمة تساعده، تساعده، تديله دافع قوة ان هو يتقدم. هقول قصة قبل ما انهي هذه الحلقة، عجبتني جدا هنا في امريكا لما كنت بدرس في امريكا. ألبرت أينشتاين، كل يسمعني بقى في اللي اقوله ده، ألبرت أينشتاين اللي جنن الناس بالنظرية النسبية، اسمع قصته. أنا عملت عليه بحث لما كنت بدرس هنا، الماستر بتاعي. ألبرت أينشتاين تحليله إن هو كان عنده ديسلكسيا، ديسلكسيا يعني تأخر في الكلام، بيتهته،
وبيتهته ديت لما ترجع الى العهد القديم. حسب ما ورد في العهد القديم ان موسى النبي كليم الله موسى لما كان بيعاني من التهته بيتهته مش عارف يعبر عن اللي هو متربي في مصر خلي بالك، وكان بيجيد لغة المصريين، فربنا استخدمه واستخدم موسى النبي عشان يكون كليم الله ويقنع الإسرائيليين وبني الإسرائيليين في أرض مصر آنذاك. كذلك ألبرت أينشتاين كان بيتهته في الكلام، فلما كان بيروح المدرسة كانت درجاته كلها زير شلشت يعني سيئة جدا. تخيل ألبرت أينشتاين كان بيجيب في القواعد اللغة الألمانية اللي هي جراماتيكس ريجلن، قواعد اللغة الألمانية في علم اللينجويستكس اللي هو علم اللغويات، كان بيجيب زير شلشت سيء جدا يعني اف. ده مين ده؟ ألبرت أينشتاين. وإذا بمدير المدرسة يبعت جواب للأم وتقول له ويقول الجواب إن ألبرت أينشتاين طفل يعاني من مرض الديسلكسيا وهو مرض تأخر الكلام ويعتبر معاق ذهنيا، فالمدرسة لا توصي بأن ألبرت أينشتاين يحضر إلى المدرسة مرة أخرى نظرا لأنه لا يواكب زملائه في التعليم. الأم على جمال الأم، على جمال الأم. وإذا بأحمد شوقي الرائع رحمة الله عليه، الأم مدرسة إن عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. الأم دور على كل عظيم تلاقي أم، دور على كل قلب حنين تلاقي أم وراه، دور على كل ست جميلة وحنينة تلاقي وراها أم، دور على رجل عظيم تلاقي وراه سيدة عظيمة. ده اللي قاله نابليون بونابارت تشيرشل أفيم. الأم تقعد مع ألبرت تقول له يا ألبرت أنت مش لازم تروح المدرسة. يرد ألبرت أينشتاين فغم نيش ميناموتي، ليه؟ باللغة الألمانية يا أمي ليه؟ تقول له عشان أنت ذكي جدا يا ابني، أنت ذكي جدا، ده بالزير انتليجانت، انت ذكي جدا. ذكي جدا؟ قال لها انا ذكي جدا؟ قالت له اه، فانت بالتالي انا اللي اعلمك في المدرسه. وعملت له يلي موجودين في امريكا، عملت له هوم سكولينج في المدرسه. هوم سكولينج يعني ايه؟ ربته مش لازم بقى يروح المدرسه، وخلي بالك ده النظام ده عندنا في امريكا هنا. هوم سكولينج يعني انت مش لازم تروح المدرسه، فبننقل لك المدرسه، بيجي لك مدرس خصوصي توترينج او برايفت تيتشر وبيعلمك في البيت. تخيل الأم هي اللي علمت ألبرت أينشتاين، هي اللي علمته. المواد الدراسية كانت بتعد الأم وهبت حياتها لألبرت أينشتاين. وإذا بألبرت أينشتاين في يوم من الأيام الأم تنتقل إلى العالم الآخر تتوفى ويبحث عن الدولاب مقتنيات الأم، وإذا به يجد هذا الجواب من مدير المدرسة: ابنك لا يصلح للتعليم داخل المدرسة. ده كان في مدرسة ايه؟ غون شولة، المدرسة الابتدائية. ألبرت أينشتاين غون شولة لحد الهوخ شولة في ألمانيا، المدرسة الثانوية العامة، لحد ما خد الأبيتور، أبيتور دبلومة اللي هي الثانوية الهاي سكول، هاي سكول دبلومة بالإنجليزي. ما حضرش أي مدرسة ألبرت أينشتاين الذي كان يعاني من التلعثم في الكلام بيتهته، ويشوف هذا الجواب بعد ما وفات أمه ويبكي يبكي. يتذكر الأم الذي وقفت بجانبه في تعليمه، ألبرت أينشتاين اللي جنن العالم بالنظرية النسبية، ألبرت أينشتاين إلى الآن اللي بتدرس قوانينه في جميع أكسفورد بأمريكا، أكسفورد بإنجلترا، ييل يونيفرسي بأمريكا. ألبرت أينشتاين اللي جنن العالم في قوانين الفيزياء، ألبرت أينشتاين اللي جه في يوم من الأيام جامعة أكسفورد في أمريكا، فواحد من اللي بيقول له: ألبرت
دي هاب بي اتش دي معاك اصلا دكتوراه؟ قال له اي دونت نيد نو باريز كواليفايد تو جيف مي وان، مفيش حد مؤهل علميا ان يديني درجه الدكتوراه. البرت اينشتاين لم يحصل على دكتوراه علميا، لكن جنن العالم بقوانين الفيزياء. ليه؟ عشان امه وقفت معاه، امه ساعدته، امه كانت معاه قلبا وقالبا في حياته. الام يا سادة، كلنا نقف وراء ام هذا الولد الذي يعتبر في مصر ذو الاحتياجات الخاصة، نقف ولها ونقلع لها القبعة ونقول لها يا حاجة تشكر ان انت طلعتي هذا الولد، نديها كل الاحترام ولكل تقدير. الام يا سادة احترم الامهات، الامهات هي اللي خلت اجيال متقدمة، الامهات هي السبب في انها بتخلي الامم متحضرة ومتقدمة. الام نقلع لها قبعة، اللي بلا ام حاله يغم. اشكركم، شكرا، مع السلامة.